الملتقى الدولي الثاني للعلاج بالفن. احنا موجودين في كلية الطب بالمنستير وسعي جدا بحواري مع الدكتور عبد الباسط تويتي رئيس الجمعية ورئيس الملتقى الدولي. دكتور اهلا وسهلا. مرحبا بك وتحية ليك وكافة المشاهدين ويعطيكم الصحة. ملتقى ثاني ان شاء الله تولي عادة ودولي اون انسيست بيان سور سو بوان زيد. صحيح، هو سنة إن شاء الله هذه الدورة الثانية للملتقى الدولي للعلاج بالفن. كنا في السنوات الفارطة عملنا دورات أولى كانت على مستوى وطني، سنة إن شاء الله هذه الدورة الثانية. الدورة الفارطة كان الموضوع متاعنا الإدمان، سنة اخترنا في الدورة هذه موضوع الصدمة كما قلت. الملتقى على الأقل باش نسهل شوية للزوديتور اللي يسمعوا فينا، الملتقى علمي بامتياز، موجودين الأطباء، موجودين الفنانين بصفة عامة، هذا لنجاح وخدمة للإنسان للمريض، كيفاش نجمو نعالجو، كيفاش نقاو بعض الحلول العلمية والفنية لتقديم علاج للمرض. ممتاز، هي هذه خاصية الجمعية الطب ثقافة فن. احنا نخدمو الجانب الطبي والجانب أيضا ثقافي فني. الطب العلاج بالفن هو يجمع بين ما هو الطبي وما هو المعالجة فنية، يعني ندرسوه الموضوع من الجانب العلمي الأكاديمي بوجود أساتذة في علم النفس، أيضا أساتذة طب النفس دي بسيكاتري دي بسيكولوج، ولكن أيضا من وجهة نظر فنية مشاركين معنا المختصين في سواء في السينما أو في المسرح أو الموسيقى أو الفن التشكيلي، وكذلك أيضا حضور مختصين في علم الاجتماع أيضا. يعني تعرف أنت لا ديفينيسيون دو لا سانتي هي أن حسب منظمة الصحة العالمية سي لو بياناتر فيزيك مونتال اي سوسيال، دونك هذه الثلاثية هي اللي تكون الإنسان في حد ذاته، وهذاك علاش يلزم يكون توازن الإنسان. ما ننظروش كأطباء أنه ثم جانب فيزيك أنا جانب بدني فقط، لا، الإنسان هو كيان كامل. دكتور، ملتقى جديد ولكن في تونس نتسائلوا معناتها فما التقنيات أو ميتريز بيان، على الأقل أطباء ميتريز بيان كلكو تكنيك اليوم في استعمالهم للفن كعلاج اليوم. ممتاز، وأنا شخصيا نبدأ من تجربتي الشخصية، أنا طبيب مختص في معالجة الإدمان أدكتولوج دونك وآر تيرابيت، نستعمل الطريقة هذه إلى جانب العلاج الطبي في علاج المدمنين، وهي أخذت نتائج الحمد لله إيجابية نقولوا، وثم عديد المرضى تحسنوا بعد سنوات من العلاج. اللي تعرف الإدمان هو مرض مزمن سيتين مالادي كرونيك، أي أن تريتمون بالياتيف للعلاج بالفن، ماهوش هو البداية لكن هو علاج تكميلي. العمليات المرض الإدمان تتطلب وقت طويل، المريض تعرف اللي هو إلى جانب أن المظاهر الجسدية متاعه ثم مظاهر نفسية وهي مهمة جدا. نحكيه على السينما، نحكيه على الموسيقى، لقاء الفن التشكيلي، هذوم اللي نحكيه عليهم هم مش يكونوا برميل لزاتولية الغدوة هكا ولا؟ صحيح، هذوم لزاتولية إن شاء الله غدوة الورشات. هذه حاجة مهمة في الملتقى متاعنا، أن إلى جانب النظري ثم الجانب التطبيقي لزاتولية، هذوم بش يكونوا غدا صباحا في الكلية اللي هنا، يكونوا موجهين أن المشاركين اليوم هما كانوا مستمعين ومشاركين في الحوار، غدا باش يكونوا هما فاعلين في الورشات هذه. كما حكيت ثم فرش الون يشرف عليها بيير بلانت وهو يترأس الفريق الكندي، هذه حاجة مهمة في الملتقى أنه المشاركين خاصة الأجانب هي أسماء ذات قيمة عالمية. بيير بلانت هو رئيس الجمعية الكندية للعلاج بالفن. معنا أيضا في السينما الأستاذ عز الدين شلح وهو مدير مهرجان قدس السينمائي، أيضا معنا زينة دكاش وهي بسيكودرام ومخرجة سينمائية من لبنان، أيضا إيمان الزيات من مصر، يعني عديد الأسماء من الجزائر الأخت هويشات، هذوما كليك باش غدوة إن شاء الله يكونوا معنا في الورشات اللي هي موجهة للجمهور اللي حاضر اليوم باش يكونوا فاعلين إن شاء الله. دكتور عبد الباسط تويتي رئيس الملتقى الدولي الثاني للعلاج بالفن، ان غرو ميرسي بو الانترفيو. يعطيكم الصحه وبرافو عليكم اللي تواكبوا الملتقيات خاصه الملتقيات الطبيه والعلميه والثقافيه والفنيه. شكرا جزيلا ومرحبا بكم كلك. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.